يعني هذا ولا شوك في التعز يعني لإرث الشهداء والأسرى والجرحى وكل المناضلين وعائلاتهم الذين أكرمنا جميعا. فعلا طور كرم اليوم ستقول كلمتها كلمة الفصل مع سيادة الرئيس ودعمه ومساندته، لأن هذا موقف وطني بامتياز، وهذه الرواية الفلسطينية التاريخية اللي سيلقيها الرئيس هون سيادتنا على الأرض المقدسة. سنبقى صامدون ثابتون، هذا الشعب يستحق كل الاحترام منا وباستحقاق وجدارة. فعلا طور كرم هبت في كل قطاعاتها بالشكل الرسمي والشعبي والحكومي والفصائل، واحنا بحركة فتح يعني مشرفين على هذه الحملة اللي يعني تستحق الوقوف وطنيا بامتياز. من هون بنقول احنا هذه الرواية الفلسطينية التاريخية الوطنية بأرضنا المقدسة، لعنة يعني على ترامب ونتنياهو اللي بحاولوا ينقذوا حالهم ويدخلوا الشرق الأوسط في دوامة. بنقول احنا لا لصفقة العار، ليس صفقة بين طرفين، الطرف الإسرائيلي أو الفلسطيني، احنا بنقول هذه صفقة بين اثنين مجانين إرهابيين. احنا بنقول في 67 في القدس، في العودة، في اللاجئين، في الأسرى، في حقوقنا بتكرير مصيرنا، في الشرعية الدولية، غير ذلك مرفوض وألف لا يعني لكل هذه المهاترات اللي بحاولوا يعني يسوقوها دوليا. احنا مع سيادة الرئيس أبو مازن اللي ثابت على الثوابت بشكل وطني وامتياز فلسطيني، وكل الشعب الفلسطيني خلفه. أسير يا سيادة الرئيس على هذا الموقف الوطني المتقدم اللي كان لترامب ولنتنياهو ولكل العالم، لا اللي بمس بحقوقنا الوطنية.